سلام بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم، مرحبا بكم في القناة ديالي. اليوم جبت لكم واحد الوصفة كتحيد الحبوب وكتحيد الرؤوس السوداء والرؤوس البيضاء وكتصفي البشرة. هاد الوصفة كتكون من القرفة والعسل الحر. قبل ما نبداو هاد الوصفة ندوزو نصيبو واحد المقشر. هاد المقشر كيتكون من معلقة ديال سنيدة وزيت الكريسيلين وحامضة، نصف حامضة، وشوية العسل. كنديرو قطيرات ديال زيت الجليسيرين وكنزيدو عليه شوية ديال العسل. ممكن نجمعو هادشي بالحامض. هاد المقشر زوين، كيبيض البشرة، كيحيد الأطراس ديال الحبوب. كنخلطو كلشي مزيان. كنشدو كندهنوه للبشرة ديالنا، البلايص اللي فيهم الحبوب كنحاولو ندهنو غير بشوية. والبلايص اللي فيهم الرؤوس السوداء والرؤوس البيضاء والحبوب اللي تيكون تحت الجلد كنحاول نفركوهم مزيان بالسكر ولا هاد القماش. كنفركو بيه مزيان مزيان مزيان، تنغسلوه بالماء دافي وكنجيو كنصيبو الوصفة الثانية. هاد الوصفة كتكون معلقة صغيرة ديال القرفة، حقاش انا بحديتي درت معلقة، اللي معاها بزاف ديال الناس في الدار يقدر يزيد المقادير. كناخدو معلقة ديال العسل كبيرة، معروف على العسل انه مضاد حيوي طبيعي، كينقي البشرة وكيحيدها، يحيد لها الاوساخ والرؤوس السوداء والرؤوس البيضاء، وكيقفل المسام، مرطب طبيعي للبشرة. والقرفة متهيكة، تحيد الميكروبات وكتحيد الرؤوس السوداء. والبنات اللي كيدير القرفة وكيولي وجهه أحمر يزيد عليها شوية ديال الكوزة، شوية الكوزة محكوكة ولا يديرها. واللي تيدير الماسكات وما تيوافقوش البشرة ديالو تولي حمراء يفزك شوية الكوزة مع الماء ورد ويبقى يمسح بيها البشرة ديالو من مور الماسك. هذيك الكوزة ما كتخليش الحمورة في الوجه. من بعد ما كنكونو غسلنا وجهنا من القماش اللي درنا، كنفقدو هاد الماسك هذا، كنديروه للوجه لنا اللي فيه الحبوب، وحتى الرؤوس السوداء والبيضاء والحبوب اللي تحت الجلد كنحطو عليه هاد الماسك بحال هكا. وكنخليوه من 20 دقيقة حتى نص ساعة على البشرة ديالنا. ومن بعد كنغسلوه بالماء بارد، كنرشو عليه الماء ورد. وهذا الماسك في البداية ديالو ديروه 2 مرات في السيمانة، ومن بعد ما تولفوه قد ديروه نهار ونهار. البنات كنتمنى يعجبكم الفيديو وتستافدوا منه. شكرا على التتبع ديالكم، تلقاو في فيديو جديد. بسلامة.